بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا وطالباتنا الأعزاء، طلاب وطالبات مادة علم الطفيليات الطبية، نستمر معكم في المحاضرات إن شاء الله. هذه المحاضرة ستكون المحاضرة يعني قبل الأخيرة بعنوان نيماتودز. طبعا هذه سوف يعني أعطيها على قسمين، قسم أول وقسم ثاني. في اليوم إن شاء الله سوف نشرح القسم الأول، والأسبوع القادم أو اللي بعد العيد مباشرة راح نشرح القسم الثاني والأخير من المحاضرة. هتلاحظوا إنه أنا يعني حذفت بعض الشرائح حتى نوفر الوقت، لأنه عندنا الوقت ضيق. سوف ننتهي من المحاضرات إن شاء الله في بداية شهر 6، عشان هيك أنا قمت بحذف بعض الشرائح، وطبعا هذه المعتمدة للامتحان إن شاء الله. هذه المحاضرة هي المعتمدة للامتحان النهائي إن شاء الله رب العالمين. نبدأ على بركة الله المحاضرة 12، الجزء الأول. احنا أخذنا سابقا نوعين من أنواع الديدان، اللي هي السيستودز الديدان الشريطية، وتريمادودز الديدان المفلطحة. اليوم إن شاء الله هناخد النيماتودز اللي هي الديدان الخيطية أو الديدان الأسطوانية. من هي بتعيش في الطبيعة في السويل والووتر في الغالب. تختلف حجمها، تختلف في الحجم من يعني عدة مليمترات، زي طفيل الاسترونجولويدز ستيركولاريز، أو لعدة أمتار زي دراكونيكيلاس ميدريسنسز، يعني هذه بتيجي عدة أمتار في طولها. الميل في الغالب بكون أصغر من الفيميل، وبكون البوستيرور اند الجزء الخلفي من الميل كيرفد، يعني محني زي ما تشوفين في الصورة اللي تحت أو ملتوي. النيماتودز هي ديكياس، ديكياس يعني الميل والفيميل منفصلات عن بعضهم البعض. الجهاز التناسلي للميل والجهاز التناسلي للفيميل منفصلات عن بعضهم البعض. بالنسبة للجهاز التناسلي للميل بتكون من تقريبا ديليكيت تيوبيول ديفرنشيتد انتستس، عبارة عن أنابيب تمثل الخصيتين أو الفاس ديفرانس سيمينال فيزيكل والجاكيولاتوري داكت. الجاكيولاتوري داكت اللي هي قناة القذف، الجاكيولاتوري داكت اللي هي قناة القذف اللي عن طريقها بيقذف السائل المنوي. بالنسبة للفيميل ريبرودكتيف سيستم بتتكون من المبيض الاوفيداكت السيمينال ريسبتاكلز اليوتراس الرحم والفاجينا المهبل. الفيميل عادة تضع البيوض، بسموه ايفيبورس، اوفيبورس اللي تضع البيوض، او احيانا بيكون فيفيبورس، فيفيبورس يعني تضع اللارفي مباشرة، تضع اليرقات مباشرة. بعض الطفيليات تضع البيوض تحتوي على اللارفي، تحتوي على اللارفي، بصير لها هاتش مباشرة، يعني تفقس مباشرة، وهذه بسموها اوفو فيفي بورس. اوفو فيفي بورس يعني الفيميل تضع البيوض تحتوي على اليرقة وبصير لها هاتش او تفقس بعد وضع البيضة مباشرة، عشان هيك بسموها اوفو فيفي بورس. في شيء عندنا اسمه لارفا ميجرانز. اللارفا ميجرانز هذه بعض الطفيليات في الاساس ما بتكون اللايف سايكل تبعتها جزء منها في جسم الانسان، يعني بمعنى اخر هذا الطفيل لا يصيب جسم الانسان، ولكن قد تحدث انه الطفيل يدخل جسم الانسان، يدخل الهوست، ولكن لا يجد طريقه
ولا يكمل اللايف سايكل، فبدخل داخل الجسم داخل الهوست ويتجول بلا هدف، aimlessly يعني بلا هدف، ولا يكمل اللايف سايكل على الإطلاق، ما بيكملش اللايف سايكل داخل الهوست، عشان هيك بنسميه هذا لارفا ميجران. لكن ممكن يعمل بعض الأمراض للإنسان، ممكن تكون الأمراض هذه أو يعني الطفيل ما يكونش له أعراض على الإطلاق. هذه أمثلة على بعض الطفيليات اللي ممكن نسميها اللي هي لارفال ميجران. في منها ممكن تصيب الفيجرا لارفال ميجران الأحشاء، يعني دائما داخل جسم الإنسان، وفي منها بتصيب اللي هو الجلد بنسميها كيوتينياس لارفا ميجران. طبعا الفيجرال اللي بتصيب أحشاء الإنسان أو أعضاء الإنسان الداخلية، أشهرها اللي هو طفيل اسمه توكسوكارا كانيس، وهذا في الأساس بيكون موجود في الكلاب ثم ينتقل للإنسان. وفي منها طبعا يعني أنواع تانية زي ما انتم شايفين في الصورة. في عندنا الكيوتينياس لارفا ميجران برضو في منها أنواع مختلفة، أشهرها اللي هي الأنكليستوما برازيليانس، هذه برضو بتكون في الكلاب أو في الحيوانات المنزلية زي الكات، وبتدخل داخل جسم الإنسان زي ما حكينا، لا تكمل اللايف سايكل داخل جسم الإنسان لأنه مكانها ليس داخل جسم الإنسان. نيجي إلى بعض الطفيليات، نذكر بعض الطفيليات من النيماتودز. في عنا أول طفيل اسمه ترايكينيلا سبايراليز، اسمه المشهور ترايكينا وورم. اسم ترايكينيلا جاي من يعني شيء صغير الحجم، لأنه في اللغة الإغريقية ترايكوس معناها هير شعر، يعني كأنها ديدان زي الشعرة. سبايراليز جاية من اللي هو شكل الطفيل، لأن الطفيل بكون دائما على شكل حلزوني، فسبايرال معناها حلزوني أو ملتفة زي الحلزونة زي ما شايفين في الصورة اللي تحت على اليمين. دائما الإنسان بنعدي من هذا الطفيل عن طريق أكل لحم الخنازير غير مطهي بشكل جيد، عشان هيك المرض هذا منتشر في أوروبا في أمريكا، ونادرا يعني ما يأتي إلى الشرق الأوسط لأنه ما بيأكلوا لحم الخنازير. وين بيكون موجود الطفيل عادة؟ الطفيل دائما بيكون موجود في أمعاء الحيوانات، في السمول انتستاين، أمعاء الدقيقة تبعت الحيوانات، الخنازير، البير يعني الدب، الرات، الفئران أو القوارض، والإنسان. احيانا برضو كمان بيكون موجود اللارفي، بتكون موجوده في العضلات المخططه ستريتد ماسل، بتكون موجوده على شكل حلزوني سبايرال. زي ما حكيت اللارفي بتكون موجوده في العضلات المخططه ستريتد ماسل، وبتكون موجودة على شكل سبايرال حلزوني، عشان هيك سميناها ايش؟ ترايكينيلا سبايراليز. سبايراليز يعني حلزونية زي ما تشوفينها في الصورة اللي تحت. هذا شكل اللارفي اللي هي شكل الحلزوني داخل العضلات تبعت الهوست. بالنسبة لللايف سايكل، طبعا الاوبتيمم هوست اللي هي العائل المثالي اللي هي البق الخنازير، ممكن يعني تحدث عند الإنسان اللي هي العدوى بنسميه alternate host اللي هو العائل البديل اللي هو في الإنسان. فممكن تنتقل العدوى من الخنزير للخنزير أو من إنسان من إنسان، تنتقل اللي هو من الرات ترات من بيد ترات، لكن لا تنتقل من إنسان لإنسان. في الإنسان بكون هو الديد اند، يعني في الانسان تنتهي اللايف سايكل. الطور المعدي اللي هو انسيستد لارفي،
اللي هو اللارفي اللي بتكون موجودة في اللي هو العضلات المخططة. نشوف اللي هو اللايف سايكل على الصورة مباشرة. بداية بيجي الإنسان بياكل لحم خنزير مصاب بالطفيل، بتكون اللارفي موجودة في المصل. بيجي الإنسان بياكل طعام غير مطهي بشكل جيد، شقفة لحمة مش مطهية بشكل جيد فيها لارفي، فبتدخل أمعاء الإنسان تروح على المعدة. في المعدة طبعا بتطلع السيست هذه وبتطلع الطفيل وبروحوا على أمعاء الإنسان أو على الجهاز الهضمي تبع الإنسان. داخل جسم الإنسان الطفيل هذا بروح على الدم أو بروح على الأنسجة الليمفاوية، ومنها ممكن يروح على العضلات المخططة. منها ممكن يروح العضلات المخططة في الإنسان، لكن في الإنسان زي ما حكينا قبل شوية بتكون اللي هو الإند أو الديد إند، يعني بتنتهي اللايف سايكل في الإنسان، لأنه أنتم عارفين يعني ما في مخلوق آخر بيجي بياكل لحم الإنسان، لأنه حتكون الطفيل في عضلات جسم الإنسان، الإنسان مش حيعدي ناس آخرين. بينما في الخنازير بيجي الخنزير بياكل لحم مثلا خنزير آخر أو لحم مرات قوارض، هذا اللحم بكون موجود فيه اللارفي، فاللارفي بتدخل على أمعاء الخنزير وبعدين من الأمعاء تبعته بتروح على الدم، ومن الدم بتروح على العضلات تبعت الخنزير. العضلات تبعت الخنزير، فبصير الخنزير هنا في الحالة هذه معدي، ممكن يكون معدي إلى غيره من الخنازير أو معدي للإنسان إذا كان الإنسان إجا أكل لحم خنزير غير مطهي بشكل جيد. المرض والأعراض، المرض بسموه ترايكنوزيز. طبعا الأعراض تتراوح بين احيانا ما بيكون في اعراض عند الانسان على الاطلاق اسيمتوماتيك، لا انه تكون في اعراض حاده، ممكن تكون حتى كمان اعراض قاتله حسب مكان وجود الطفيل، حسب مكان وجود اللارفي داخل جسم الانسان. فالاعراض تختلف من شخص الى شخص حسب مكان وجود الطفيل، هل هو في الامعاء، هل هو في العضلات، هل العضلات شو مكان العضلات اللي موجود فيها الطفيل، ممكن تروح على المخ وتعمل مشاكل في الجهاز العصبي إلى آخره. لابوراتوري دياجنوزيس، تشخيص المرض. تشخيص المرض في له طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. دايركت عن طريق مثلا مصل بايوبسي، خزعة من عضلات الإنسان، ناخد الخزعة هذه وبنشوف تحت الميكروسكوب وبنشوف اللي هي الطفيل بيكون ملتف حوالين نفسه وعامل انسيسمنت، أو بنعمل اكزينو دياجنوزيز. اكزينو دياجنوزيز يعني بناخد عينة من جسم الإنسان ومن العضلات مثلا وبنعقنها في حيوان تجارب، وبنلاحظ التغيرات اللي حتحدث على حيوان التجارب هذا، هل حيصير عنده اعراض المرض ولا لا. في عندنا ستول اكزامينيشن، اذا كان المرض في مرحلة وجوده في الجهاز الهضمي بنشوف وجود مثلا الادلت او اللارفي في الستول في البراز. هذه الطريقة المباشرة. الطريقة الغير مباشرة، اول شيء عن طريق الهيستوري بنسأل المريض يعني هل أكلت طعام أو لحمة خنازير غير مطهية بشكل جيد، يعني بنسأل المريض ما هو تاريخ اللي هو أو سبب المرض. blood examination بنشوف فحص الإيزينوفيل، هل الإيزينوفيل عالية
تكون عالية يعني أكثر من الطبيعي ب 20 ل 95%، بالإضافة لعضلات إلى أي إنزيمات العضلات بتكون عالية زي الفوسفوكايناز. بنعمل سيرولوجي، بنشوف الأنتي بودي، بنعمل فحص الإلايزا، أو بنعمل فحص بنتونايت فلوكيسن تيست أو لاتكس فيكستيشن تيست. في عندنا فحص الباتشمان انتراديرمال تيست اللي هو فحص تحت الجلد، حقن تحت الجلد، بنحقن الانتيجين تحت الجلد وبنشوف هل صار رياكشن ولا لا. طبعا بضل بوزيتيف لسنوات طويلة بعد الانفكشن اللي هو فحص الباتشمان انتراديرمال تيست. ممكن نعمل صور أشعة اكس راي ونشوف اللي هي السيست موجودة في العضلات. ممكن نعمل فحص جينات اللي هي PCR. بالنسبة للوقاية، أول حاجة طهي الطعام بشكل جيد عشان يموت اللارفي لو كانت موجودة. تاني حاجة نمنع الخنازير من تتغذى على القمامة. تالت حاجة أيضا برضو نمنع الخنازير انها تتغذى على الفئران، يعني يتخلص من الفئران في مزارع الخنازير لانه الفئران ممكن تكون مصدر للعدوى. نشوف الطفيل الثاني ترايكوراس ترايكورا. ترايكوراس ترايكورا هذا بيعيش في الامعاء الغليظة. الأضل تبعه ممكن نلاقيه في منطقة السيكام اللي اول منطقة من الامعاء الغليظة، وممكن نلاقي حتى في منطقة الزائدة الدودية فيريفورم أبندكس أو القولون أو الأنال كانال يعني قناة الشرج. هاي شكل البويضة تبعت الترايكوراس الترايكورا، شايفين لها ميوكاس بلاك من الشدتين وشكلها زي البرل زي البرميل. الناتشرال هوست اللي هو المان، الطور المعدي للإنسان اللي هو عبارة عن بيضة مخصبة فيها جنين وفيها كمان اللي هي الربديتي فورم لارفي. نشوف اللايف سايكل على الصورة. تبدأ اللايف سايكل عندما الإنسان يأكل طعام ملوث. الطعام هذا ملوث بكون ببيضة مخصبة أو بيضة فيها جنين فيها ربديتي فورم لارفي. البويضة هذه بتروح على امعاء الانسان، وفي السمول انتستاين بتطلع اللي هي اللارفي وبتروح بعدين على امعاء الغليظة. في الامعاء الغليظة بتتحول لأدلت، في عنا ميل وفيميل بكون موجود، بصير في اخصاب فبتضع البيوض في براز الانسان، وبيجي الانسان يعني يتبرز في التربة مثلا. داخل التربة البويضة هذه بتصير لها اللي هو اخصاب او بتصير لها نضوج ماتوريشن او ديفلوبمنت، بصير فيها اللي هو الربديتي فورم لارفي، وهذه البويضة بتكون معدية للانسان. بيجي الانسان بيشرب شراب او طعام ملوث بهذه البويضة وبنعدي مرة اخرى. المرض والأعراض، المرض بنسميه ترايكورياسيز أو ويب وورم انفكشن اللي هو العدوى عدوى الديدان الصوتية أو ترايكوسيفيلياسيز. تتراوح الأعراض بين أسيمتوماتيك يعني ما فيش أعراض، أو إنه في أعراض شديدة إذا كان في عنا عدد كبير من الطفل في هيفي يعني هيفي نمبر او يعني عدد كبير من الطفيل. الاعراض اللي ممكن تصير عند الانسان انيميا، ممكن يصير مالي نيوتريشن نقص في الغذاء، ممكن يصير عند المريض التهاب الزائدة الدودية اكيوت ابنديتايتس، ممكن يصير عند المريض اللي هو اسهال مصاحب بمخاط ميوكاس دياريا، كرونيك ديزنتري اند ابدومينال بين، الم في البطن ديزنتاريا وفقدان الوزن. تشخيص المرض، بالنسبة لفحص البراز ستول تيست بنشوف البويضات تبعت الطفيل، إذا كان عددها أقل من 10 بتكون لايت انفكشن يعني عدوى خفيفة، إذا أكثر من 50 بويضة في الفيلد الواحد
معناته هذه في أن هيفي انفكشن. ممكن نعمل منظار سيجمويد سكوبي ونشوف الديدان معلقة على جدار الأمعاء زي ما تشوفين في الصورة اللي تحت. ممكن نعمل فحص دم نشوف نسبة الإيزينوفيل هل هي طبيعية ولا عالية. طبعا إذا كان عالية معناته هذا وجود اللي هو بارازايت انفكشن. بروفيلاكسيز اللي هي الوقاية عن طريق التخلص من البراز بشكل صحيح أو الصرف الصحي يكون بشكل سليم في البيت أو في البيوت، غسل الفواكه والخضار بشكل جيد، وعلاج المرضى حتى ما يصير عدوى لناس آخرين. في عندنا طفل اسمه سترونجولويد ستيركولاريز. هذا الطفل سترونجولويد بيكون موجود عادة في السمول انتستاين في الدودنام والجيجنام في الإنسان. هذا شكل الطفيل وشكل البيضة زائد شكل اللارفي اليرقة تبعت الطفيل اللي هي اسمها ربديتيفورم لارفي. هذه الأضلت الميل والفيميل تبعت الطفيل السترونجولويد. اليرقة اللارفي تمر بثلاث مراحل اللي هي L1 و L2 L3. L1 اللي هو ربديتيفورم لارفي بتحول لل L3 فيلاري فورم لارفي وهو الطور المعدي للإنسان، وهو الطور المعدي للإنسان، وهذول الأطوار بنلاقيهم في براز الإنسان. الA اللي هو الربديتي فورم لارفي اللي هو الطور الأول، البي اللي هو فيلاري فورم لارفي اللي هو الطور الثالث من اليرقة. نشوف اللايف سايكل مباشرة على الصورة. بداية نبدأ من عند الإنسان. الدودان أو الدودة أو الفيلاري فورم لارفي الطور الثالث من اليرقة بتكون موجودة في التربة. هذه بيجي الإنسان بيمشي حافي، بتغرز داخل الجلد، بتغرز داخل الجلد جلد الإنسان، فبتدخل داخل جسم الإنسان اللي هي الطور المعدي الفيلاري فورم لارفي. هذه بتدخل داخل جسم الإنسان بتروح على الدورة الدموية، ومن الدورة الدموية بتروح على القلب، ومن القلب بتروح على الجهاز التنفسي، ومن الجهاز التنفسي بتروح على اللي هي الرئتين، ومن الرئتين بتروح على المريء، ومن المريء بترجع إلى إيش الأمعاء الدقيقة. في الانتستاين في الأمعاء الدقيقة اللارفي هذه تتحول لأدلت وتضع البيوض. الآن لما تضع البيوض هذه إما إنه البيضة داخل الأمعاء تتحول إلى يرقة ثم تقوم مرة أخرى بالدخول إلى أمعاء جسم الإنسان، وكأنها بتعدي الإنسان مرة تانية، بتروح على منطقة فتحة الشرج وتضع البيوض هناك وتعود مرة أخرى إلى الأمعاء. أو البويضة بتنزل في السويل في التربة، بيجي الإنسان بتبرز في التربة، البويضة هذه تتحول إلى اللارفي ربديتي فورم لارفي، بعد بتحول لأدلت ميل وفي ميل داخل التربة. الأدلت هذه الفيميل تضع البيوض في التربة أيضا، البيوض هذه بعدين بصير لها هاتش بتتحول ل طفيل إلى لارفي جديد اللي هو ربديتي فورم لارفي. الربديتي فورم لارفي بتحول إلى الطور الثالث اللي هو الطور المعدي اللي هو الفيلاري فورم لارفي. الفيلاري فورم لارفي بيجي بيغرز داخل جسم الإنسان وبترجع العدوى مرة أخرى. أو في طريقة تانية داخل التربة لما تيجي تفقس البويضة اللي هو الربديتي فورم لارفي بتتحول مباشرة للطور المعدي اللي هو الطور الثالث الفيلاري فورم لارفي، وهذا بتيجي بيعدي الإنسان بشكل مباشر. ف
فطرق العدوى إلى أكثر من طريقة، زي ما جاء في من اللايف سايكل، تغرز داخل جسم الإنسان، بكون ماشي حافي، وبتدخل داخل الدورة الدموية، وبعدين بتروح على القلب، ومن القلب على الرئتين، ومن الرئتين بتنزل على البلعوم، ومن البلعوم تروح على الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الدقيقة بتحول لأدلت، وبعدين بتضع البيوض، وبتنزل البيوض في البراز، وهكذا. هذه اللايف سايكل نفسها اللي حكيناها، ولكنها مفصلة يعني بشكل أفضل. المرض والأعراض، طبعا لما تيجي الطفيل يغرز داخل جسم الإنسان بيعمل أعراض بنسميها كيوتينياس مانيفستيشن، ممكن يعمل ديرماتايتس، التهابات في الجلد، الليرجيك ريسبونس اللي هي حساسية، بريوريتس حكة، أرتيكاريا برضو حكة، بارتيكولاري أراوند ذا بيريانال سكين أند باتوكس. احنا قلنا في مرحلة من المراحل بتصل الطفيل لمنطقة الشرج، فبصير حكة عند منطقة الشرج، فبصير بحك الأطفال في المنطقة هذه، ممكن يعني يعدي الإنسان نفسه مرة تانية إذا كان حصل على البويضات بين أظافيره، بيجي الطفل بياكل الأكل بدون ما يغسل إيديه، فبترجع العدوى إله مرة تانية. إذا كان وصلت الطفل لمرحلة الرئتين بنسميها بالمونار مانيفستيشن، وأنا شفتها في اللايف سايكل إنه في مرحلة من المراحل بتصل للرئتين، فهنا بصير في أعراض في الرئتين عند المريض، بصير عنده برونشيو نومونيا، كرونيك برونكايتس، أزماتيك سيمتومز زي أعراض الأزمة. اللارفا تبعت الطفل ممكن نلاقيها في السبيوتم حتى كمان إذا كان وصلت الرئتين. لما تصل الأعراض للأمعاء بصير عند المريض يعني مشكلة في الجهاز الهضمي، دياريا، بكون في ميوكاس، في ديزنتاريا، بصير عنده باراليتيك إلياس، يعني بصير في آلام وإغلاق في اللي هو الأمعاء الدقيقة. بصير عند المريض كمان هايبر انفكشن. هايبر انفكشن يعني بتيجي طفيليات تانية بتعمل عدوى أخرى للإنسان، فبتزيد اللي هي العدوى عند الإنسان، فبتزيد عدد الطفيليات داخل جسم الإنسان. ممكن طبعا هذه الطفيليات كمان تنتقل إلى أعضاء أخرى زي الهارت واللنج والبرين والكدني والبنكرياس والليفر والليمف نود، وممكن تصل لأي مكان في الجسم، ممكن تصل الجهاز العصبي كمان، ممكن تكون طبعا قاتلة، تصل للبرين، مننجايتس، تعمل بروتونايتس، يعني التهاب في غشاء حوالين البطن، وتعمل أعراض أو تعمل مضاعفات قاتلة. تشخيص المرض، تشخيص أول شيء بنشوف الطفل تحت الميكروسكوب، ممكن نأخذ عينة من البراز ونشوف الربديتيفورم لارفي، ودي ديفينيتيف دياجنوزيس التشخيص النهائي. يعني ممكن نعمل كونسنتريشن للستول ونشوف برضو البويضات أو الطفيل نفسه، ممكن نعمل اللي هو فحص اللي هو بيرمانز فانيل جوز، برضو هذا فحص للبراز بنشوف من خلاله اللي هي اللارفي، ممكن كمان نشوف اللارفي في السبيوتام أو حتى في الدودن الأسبيريت أو جيجنال فيوبسيز، يعني خزعة من الأمعاء. ممكن نعمل ستول كلتشر، مزرعة على البراز على أوساط زراعية خاصة زي التشاركول كلتشر ميثود مثلا. ممكن نعمل سيرولوجي ونشوف الانتيبادي مثلا، نشوف كومبلمنت فيكسيشن، اندايركت ماجنتينيشن، إلايزا. ممكن نعمل تصوير شعاعي، راديولوجيكال ايميجينج، سي تي اكس راي وغيره. ممكن نشوف الايزينوفيل والاي جي اي في دم الانسان. نشوف الطفيليات الخطافية سموها الهوك وورم، برضه هي جزء من النيماتودز تبعت الديدان. في عنا طفيل اخر من النيماتودز اللي هو انكلستوما دودنالي، هذا بيعيش في الامعاء الدقيقة في منطقة الديدينام، واقل في منطقة الدودينام، واحيانا في منطقة الإيليام، يعني في الثلاث مناطق في الامعاء الدقيقة. بالنسبة لللايف سايكل نشوفها على صورة مباشرة،
نبدأ من عند الإنسان. الإنسان ممكن يمشي حافي على التربة، في التربة بيكون موجود الطور الثالث من الطفيل اللي هي اليرقة، الطور الثالث اللي الفيلاري فورم لارفي، بتيجي بتورز داخل جسم الإنسان وبتروح على الدم، ومن الدم على بتروح على الرئتين، ومن الرئتين بتروح على البلعوم، ومن البلعوم بتنزل والمريء بتروح من البلعوم والمريء بتنزل على الأمعاء الدقيقة. في الأمعاء الدقيقة طبعا ممكن نلاقي ميل وفيميل، يعني بتحول اللي هي اللارفي لأدلت، ميل وفيميل. الميل والفيميل بيصير لهم ميتنج، بيضعوا البيوض في البراز الإنسان، بيجي الإنسان بتبرز في التربة، يضع البيوض اللي هي البيضة بتكون فيها 4 خلايا 4 cell stage. بعدين الخلية هذه بتصير لها ديفلوبمنت خلال 24 لـ 48 ساعة. بعد الفترة هذه ممكن نلاقي فيها اللي هي اليرقة الرابيتي فورم لارفي، تنضج يعني البويضة. بعدين البويضة بتصير لها هاتش، تتحول من الطور الأول للطور الثالث اللي هو الفيلاري فورم لارفي داخل التربة. الفيلاري فورم لارفي هذه بتكون معدية للإنسان، بيجي الإنسان بيمشي حافي وبتغرز داخل جسمه وهكذا. في عنا طفيل تاني شبيه في الانكليستوما اللي هو النيكاتور امريكانياس، هذا بيشبه اللي هو الانكليستوما دودينالي، لكن الأضلة تبعته أصغر منه بالحجم. المرض والأعراض، الأعراض والمرض تنقسم إلى قسمين. أول شيء الأعراض اللي بتسببها اللارفي أول حاجة بتعمل جراوند اتش. لما تيجي اللارفي فيلاري فورم لارفي تغرز داخل جسم الإنسان، هتعمل أعراض في الجلد، في جلد جسم الإنسان، تعمل حكة اتشينج، تعمل احمرار في الجلد، اريثيميتاس، بابيولار راش، تعمل حكة وبتعمل اللي هو طفح جلدي على الجلد في منطقة دخول اللي هي اللارفي. الأعراض ممكن تكون سيلف ليميتنج، يعني يطيب المريض منها خلال 2 إلى 3 أو 4 أسابيع. ممكن تعمل اللارفي شغلة اسمها كريبينج الربشن كيوتينيوس لارفي ميجران. أحيانا الطفيل بدخل داخل الجلد لكن لا يجد طريقه إلى البلاد، يعني بضل يحوم في الأنسجة حوالين الجلد، وبيعمل أعراض يعني مختلفة تحت الجلد، من ضمنها بيعمل احمرار وبيعمل اللي هو حكة وبيعمل أعراض مختلفة تحت الجلد. وهذه عادة ما بتسببها اللي هي الهوك وورم اللي بتصيب الحيوانات مش بتصيب الإنسان. النوع الثالث من الأعراض بسبب اللارف اللي هي الريسبيراتوري مانيفستيشن، بتصير أعراض بالجهاز التنفسي. لما تصل الطفيل للجهاز التنفسي ممكن تعمل أعراض في الجهاز التنفسي، في الشعب الهوائية، تعمل في أعراض في اللنج أو في الحويصلات الهوائية. الأدلت ممكن يعمل أعراض برضو مختلفة الهوك وورم. أغلب الأعراض زي ما تشوفين في الصورة اللي حيعملها اللي هو الأنيميا، لأن الطفيل في الحالة هذه الأدلت راح يحصل على كمية كبيرة من دم الإنسان ومن غذاء الإنسان ومن الفيتامينات تبعت الإنسان، فحيعمل يعني سيفير أنيميا، ممكن حتى تعمل اللي هي كارديك فيلر، ممكن تعمل كارديك فيلر عند الإنسان في حالات الصعبة. تشخيص المرض، أول حاجة دايركت ميثود، الطريقة المباشرة. الطريقة المباشرة لها 3 طرق أيضا. أول حاجة بنشوف البويضات في براز الإنسان، أو
بنعمل دودينال اسبيريت، يعني بنعمل خزعة او شفط من الامعاء، شفط من ايش؟ الامعاء الدقيقة او الاثنى عشر، نشفط السائل بالاثنى عشر وبنشوف اللي هي الطفيل نفسه او البويضات تبعت الطفيل. ممكن نشوف الادلت في البراز او في الدودينال برضو اسبيريت اللي هو سحب السائل الموجود في الامعاء الدقيقة. ممكن نعمل ستول كلتشر على ميديا خاصة زي ميديا اسمها رادا موري ميثود. هذه الطريقة المباشرة. الطريقة الغير مباشرة ممكن نعمل بلود اكزامينيشن، نشوف اللي هي كرات الدم الحمراء، هنشوفها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، وهنشوف ايزينوفيليا، الايزينوفيل عالية كمان. ممكن نشوف فحص للبراز، نشوف اللي هو الاوكالت بلود الدم الخفي اللي لاقي فيه الدم في البراز، او نشوف يعني تشاركوت لايدين كريستال موجود في البراز بسبب الطفيل. ممكن نعمل تشيست اكسريز، صورة للرئتين، اذا كان الطفيل موجود في الرئتين حنشوفه من خلال الاشعة. بالنسبة للوقاية، اولا بدنا نتخلص من السول بوليوشن اللي هي التربة الملوثة الطفيليات، خاصة اللي هي التربة القريبة من الصرف الصحي، التربة القريبة من البراز، التربة القريبة من اللي هي المجاري. دائما ما نتخلص من الطفيليات الموجودة في المنطقة هاي، ونتخلص من مياه الصرف الصحي بالطريقة الصحيحة. هذه نقطة. نقطة تانية انه الانسان يلبس فوت وير، وفي فوت وير اللي هو عبارة عن يلبس في قدمه الشوز عشان ما يدخل الطفل داخل الجلد، او يلبس الجلوفز اذا كان يعني هو مزارع بتعامل مع الحيوانات، حيوانات المزرعة. كمان علاج المرضى مهم جدا، نعالج المرضى حتى ايش؟ ما يعدوش الناس الاخرين. في عندنا طفيل اخر اسمه انتروبياس فيرميكولاريز، او الاسم الشائع تبعه بن وورم او سيت وورم او تريد وورم، اللي هو الديدان الدبوسية. وين بتعيش هذه الديدان؟ بتعيش في الامعاء الغليظة، سيكم، الابندكس، منطقة الزائدة الدودية، أو في القولون الصاعد. في هذه المناطق بيعيش الطفيل. نشوف اللايف سايكل تبعت الطفيل، الناتشرال هوست اللي هو المان، والطور المعدي اللي هي البويضة اللي فيها الجنين امبريونيتد اكس. نشوف شرح اللايف سايكل على الصورة مباشرة. بداية نبدأ من عند الإنسان. الإنسان ممكن يحصل على العدوى من خلال أكل طعام ملوث بالبويضة. البويضة الآن بتروح على الأمعاء الدقيقة، بصير لها هاتش، بتفقس في الأمعاء الدقيقة، بعدين بتروح على الأمعاء الغليظة. اللارفي بتروح على الأمعاء الغليظة على منطقة السيكم. في الأمعاء الغليظة يعني تتحول لأدلت ميل وفيميل. الفيميل والميل والفيميل بيصير لهم ميتنج، يضعوا البيوض. هنا البيوض يعني بتكون موجودة في مكانين. المكان الأول ممكن الطفيل يضع البيوض ويروح الإنسان بتبرز، ويتبرز في التربة. يعني البيوض بتروح وين؟ على التربة. او انه الفيميل بتروح بتضع البيوض في منطقة الشرج، فتحة الشرج عند الانسان، عند خاصة الاطفال الصغار بتضع البيوض في هذيك المنطقة. في الحالتين يعني ممكن يصير عدوى ذاتية للانسان،
بالذات لما تكون الطفيل في موجود في فتحة الشرج، بيجي الطفل الصغير بيحك فتلتصق البويضات ما بين الأظافر، تلتصق البويضات ما بين أظافر أصابعه. بيجي الطفل الصغير بياكل أكل، فبيسقط البويضات في الأكل وبتدخل إلى الأمعاء تبعته أو في جسمه، وبياخد العدوى مرة تانية، وهذه بنسميها أوتو انفكشن. ليش؟ لأنه الإنسان عدى نفسه بنفسه، الإنسان عدى نفسه بنفسه. الآن النقطة الثانية، إذا كان الإنسان تبرز وضع البويضات في البراز أو نزلت في البراز ونزلت في التربة، داخل التربة بيصير اللي هو نضوج للبويضة، بيصير فيها امبريونيتد ايج. الامبريونيتد ايج هذه بتصير معدية للإنسان، بيجي الإنسان بياكل طعام ملوث بهذه البويضة وبتنتقل إلى العدوى مرة تانية. إذا العدوى ممكن الإنسان ياخدها من نفسه أوتو انفكشن، أو ياخدها من الطبيعة من السويل لما يجي أكل، ياكل أكل أو شراب ملوث بالبويضة. المرض والأعراض، المرض بنسميه انتروبياسيز، ولا دائما بيحدث عند الأطفال وخاصة الفيميل منهم، في الغالب بيكون هو سيمتوماتيك يعني بدون أعراض. لكن الطفل الصغير لو صار عنده انفكشن وراحت الفيميل وضعت البيوض في فتحة الشرج، حيصير عنده حكة بسميها بريوريتيز آني، حكة شديدة في منطقة الشرج. بيصير عند الطفل كمان الصغير سلس البول الليلي، نيوكتورينال انيوريسيز، يعني بتبول في الليل الطفل الصغير. بصير عنده كمان او ممكن يصير عند الفيميل كرونيك سيربنجايتس، التهاب في قناة فالوب، او سيرفيسايتس، التهاب في عنق الرحم، بيروتونايتس، التهاب في غشاء حوالين البطن، وممكن يصير عند المريض التهابات في المسالك البولية، ابندكتايتس، ممكن يصير عند المريض التهابات في اللي هي الزائدة الدودية. تشخيص المرض، اول حاجه بنشوف البويضات ديتكشن اوف ايج بثلاث طرق. الطريقه الاولى اندر فينجر نيل، بناخد عينه من تحت اظفر الطفل الصغير وبنشوف البويضات. الطريقه الثانيه بنعمل ان اي اتش سواب ميثود، هذا عباره عن سواب بندخله حوالين فتحه الشرج عند الطفل، والسواب هذا بعدين بناخده وبنحط عينة منه على شريحة وبنشوف البويضات. او بنعمل سكوتش تيب ميثود، بناخد ورقة سيلوفان او ورقة لاصقة وبنحطها على حوالين فتحة الشرج، بعدين بناخدها وبنحطها على شريحة وبنشوف البويضات. هذه الطرق الثلاثة من خلالها نستطيع مشاهدة اللي هو البويضات. ممكن نشوف اللي هو الادلت وورم عن طريق فحص البراز. هذه الان اي اتش زي ما حكيت زي سواب، هذه بنحطها طرفها على فتحة الشرج، وبعدين بناخد ورقة السلوفان هذه اللي موجودة اللي لامست فتحة الشرج وبنحطها على شريحة وبنشوف الاجز على الشريحة تحت الميكروسكوب. الوقاية، الوقاية هي أهم حاجة، النظافة الشخصية، غسل الأيدي خاصة الفينجر نيل، تنظيف اللي هو الأظافر، الاستحمام بشكل دوري، كمان غسل اللي هو الشراشف والبطانيات اللي بنتغطى فيها في الليل، لأنه ممكن هذه تكون مصدر للعدوى. نيجي لطفل جديد اللي هو الأسكارس لامبيكويدز أو بيسموه الراوند وورم، اللي هو الطفيليات الأسطوانية أو الدائرية. الأسكارس بتعيش عادة في السمول انتستاين في منطقة الجيجينام 85% وفي الإيليام 15%. بالنسبة للشكل تبعه الأدلت،
وورم هو طبعا من زي ما حكينا ديدان الاسطوانية سلندريكال وورم، له طرف حاد تابرينج اند، وطبعا الطرف الحاد دائما بيكون الامامي، هو الطرف الامامي وليس الطرف الخلفي. بالنسبة للميل وورم الطفيل الذكر عادة ما بكون أصغر من الأنثى، حجمه بكون دائما أصغر من الأنثى. هاي شايفين طول الميل والفيميل كيف الفرق بينهم. بالنسبة للفيميل زي ما حكينا هي لا أرجر ذان ميل، أكبر من الميل. ممكن الفيميل الواحدة ممكن تضع 200,000 بويضة في اليوم الواحد. بالنسبة للبويضات في أكثر من نوع من البويضات، في عنا fertilized والunfertilized fertilized egg، يعني البويضة المخصبة والبويضة غير المخصبة. طبعا هي البويضة المخصبة اللي هي البويضة التي أخصبت عن طريق اللي هي الاتصال مع الميل. طبعا هي الطور المعدي في الإنسان اللي هي الفيرتيلايزد إيج، الأنفيرتيلايزد إيج مش معدية للإنسان، ليست معدية للإنسان. زي ما حكينا اللي هي الأنفيرتيلايزد إيج هذه بويضة وضعتها الفيميل عن طريق الأن إنسيمينيتد فيميل، يعني بدون الاتصال مع الميل وليست معدية. هذه أشكال البويضات، يعني رقم A مثلا fertilized egg، B برضو fertilized egg، آخر واحدة اللي هي ليست بويضة مخصبة unfertilized egg، فيش فيها جنين على الإطلاق، فهي ليست إيش معدية. هذه أشكال مختلفة للبويضات. هلا شنو ورينا البويضة المخصبة والبويضة غير المخصبة، ال A هي بويضة غير مخصبة وال B بويضة مخصبة. اللايف سايكل طبعا تحدث في ون هوست اللي هو في الإنسان نفسه، والطور المعدي زي ما حكينا هي البويضة المخصبة. طرق العدوى، طرق العدوى حاجة اللي هو أكل الخضار قريبة من مياه الصرف الصحي، أو شرب ماء ملوث ببويضات، او الاطفال اللي بياكلوا اكل ملوث، او بيلعبوا في الرمل والبويضات بتيجي بين اظافرهم، بيجي بياكلوا الاكل ملوث بالبويضات، بتنزل البويضة من اظافرهم على الاكل وبياكلوا الاكل وبنعديه. او حتى في طريقة اخرى انه البويضة ممكن يتم استنشاقها عن طريق اللي هو وبعدين بلعها في الجهاز الهضمي. نروح للصورة مباشرة نشوف اللايف سايكل. بداية بيجي الإنسان بياكل طعام أو شراب ملوث بالبويضات، أو زي ما حكينا ممكن يستنشق حتى البويضة وتروح الجهاز الهضمي بعديك يبلعها. البويضة المخصبة هذه بتروح على الأمعاء الدقيقة وبصير لها هاتش، تطلع اللي هي الربديتي فورم لارفي اليرقة. اليرقة في الأمعاء الدقيقة بعديك بتروح على بتغرز داخل الأمعاء الدقيقة وبتروح على مجرى الدم البلاد ستريم، ومن الدم بتروح على القلب، ومن القلب بتروح على الرئتين، ومن الرئتين بتروح على البلعوم، ومن البلعوم تنزل في المريء، ومن المريء بتنزل مرة تانية الأمعاء الدقيقة. في الأمعاء الدقيقة بصير اللارفي هذه بصير لها ماتيوريشن، بتصير ميل وفيميل، والميل والفيميل هذه بتضع البيوض في براز الإنسان. وطبعا في براز الإنسان إذا كانت برز على التربة بتيجي البويضة الغير مخصبة او الغير ناضجه بتنضج داخل التربه، وممكن طبعا تعدي الانسان مره تانية، تلوث هذه البويضه تلوث الطعام او الشراب تبعت الانسان وتعدي الانسان مره اخرى.
المرض والأعراض باثولوجي يعني كلينيكال فيتشر. ممكن إذا كان وصلت السكارس للرئتين يصير عند المريض نمونيا. إذا كانت في كمية كبيرة من الطفيل داخل أمعاء الإنسان ممكن الطفيل يحصل على طعام الإنسان، يصير عند المريض فيتامين A deficiency نسميه سبوليتيف، يعني يسلب أكل الإنسان وطعام الإنسان بسبب اللي هو السموم اللي بتنتجها الطفيل. ممكن يصير عند المريض توكسيك أكشن، مثلا أرتكاريا، حكة أو غيره، أو حساسية أو إديما. ممكن تصير في إغلاق في الأمعاء الدقيقة ميكانيكال أكشن، يصير انتستين أوبستراكشن، أو الأمعاء تدخل في بعضها البعض بنسميها الحالة هذه انتو سسبشن، تدخل الأمعاء في داخل بعضها البعض، أو أو بتنتني فولفولاس بتنتني الأمعاء، أو حتى ممكن تنثقب الأمعاء، يصير فيها ثقب، بصير بيرفوريشن في الأمعاء. إذا كان وصلت اللنج قلنا ممكن تصير عندنا لوفيلر سيندروم، يعني أعراض في الأمعاء أو نمونيا، قصدي في الرئتين أو نمونيا يصير عند المريض إذا كان وصلت الطفيل للرئتين. تشخيص المرض، أول حاجة ممكن نشخص المرض عن طريق مشاهدة الطفيل بشكل مباشر. ممكن نشوف الإيج في إبراز الإنسان، نعمل فحص للستول ستول أناليسيز، سواء كان يعني كونسنتريشن ميثود او غير كونسنتريشن ميثود. ممكن نشوف اللي هو البويضة بشكل مباشر في براز الانسان، نعمل ويت ماونت من البراز نفسه. ممكن نشوف اللارفي في السبيوتم، اذا كان وصلت الطفيل للسبيوتم ممكن نشوف اللارفي اليرقة في السبيوتم نفسه، ناخذ عينة من السبيوتم نشوف اللارفي، او حتى في الجاستريك واشنج في غسيل المعدة نشوف اللارفي. ممكن نشوف الطفيل الادلت اللي هو البالغ نشوفه مثلا بالعين المجردة في السبيوتم، او عن طريق الاكس راي الاشعة، او الباريوم ميل اللي هي صورة التلفزيون تبعت الامعاء. ممكن نعمل نشوف الانتي بودي تبعت السكارس عن طريق الاليزا، او الاندايركت ماجلوتينيشن، او الاندايركت فلوريسنت انتي بودي، خاصة في حالات لما تكون خارج الامعاء، لما تكون الطفيل خارج الامعاء اكسترا انتستينال. ممكن نشوف في البلاد اكزامينيشن نشوف الايزينوفيل، في عنده مد ايزينوفيليا يعني كمية كبيرة او عدد كبير من الايزينوفيل في دمه. الوقاية من المرض الاسكرياسيز، أول حاجة نقوم بمنع تلوث التربة ببراز الإنسان، لأن البراز هذا ممكن يكون فيه بويضات. تاني حاجة استعمال سماد سليم، هذا السماد قادر على التخلص من البويضات وقتل البويضات تبعت الاسكارس. ثالث حاجة معالجة الخضروات أو المحاصيل الزراعية بمياه فيها أيودين لقتل الإيدز أو البويضات تبعت الطفيل. رابع حاجة اللي هو منع أكل اللي هو الخضروات النيئة الغير مطهية بشكل جيد، لأنه ممكن الخضروات تكون ملوثة بالبويضات تبعت الطفيل. النظافة الشخصية، ثم معالجة الأشخاص المرضى بطريقة سليمة وصحيحة، لأنه ممكن يكونوا مصدر للعدوى.